مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف العاشر، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. اليوم موضوعنا بعنوان تحرير النصوص بطرق متقدمة. لدينا مهارات البحث وإنشاء المستندات الأكاديمية، وهذه الوحدة الثانية يا شباب، وموضوعنا كما ذكرت هو تحرير النصوص بطرق متقدمة وصفحات من الكتاب من صفحة 90. القيمة التربوية التي أود الإشارة إليها وهي قيمة التواضع، فهي قيمة عظيمة وصفة من الصفات التي تحلى بها الأنبياء وعليهم أفضل الصلاة والتسليم. ننتقل إلى أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن يضيف الطالب الاقتباس، الهدف الثاني أن يضيف الحواشي السفلية، الهدف الثالث أن يضيف صفحة فارغة للمستند. المصطلحات التي لدينا باللغة الإنجليزية: مصطلح references وهذا تعني المراجع، مصطلح citation وهذا تعني الاقتباس، مصطلح footnotes وهذا تعني الحواشي السفلية. تعالوا مع بعض نبدأ بالهدف الأول وهو الاقتباس. مين يا شباب يقدر يعرف لنا الاقتباس أو فيما يستخدم الاقتباس أو أي معلومات تفيدنا عن الاقتباس؟ أحسنت. الاقتباس يا شباب من اسمه فيعني أنك اقتبست شيء من مكان ما، فإذا كان لدينا بحث أو صفحات معينة كتبتها عن موضوع معين أو في رسالة ماجستير أو دكتوراه، فالاقتباس قد يحدث كثيرا عندما تقتبس شيء من صفحات الإنترنت أو تقتبس بعض الصفحات من كتاب أو لمؤلف ما، فهذا ما يسمى بالاقتباس يا شباب. فلا بد من ذكر مصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها في البحث بتاعك أو المستند اللي أنت قاعد تكتبه. بمعنى أننا قاعد الآن أسوي بحث عن موضوع معين، فإذا كان هذا البحث ليس من تأليفك وإنما اقتبسته من سواء من موقع إلكتروني أو من صحيفة إلكترونية أو من كتاب معين، فلا بد من ذكر الاقتباس. طيب تعالوا مع بعض نتعرف على كيفية إضافة الاقتباس. الآن لدينا مستند معالج النصوص الشباب بموضوع فيروس كورونا، نريد أن نضيف الاقتباس أسفل الفقرة الأولى. نقوم باتباع الخطوات التالية: نقوم بالذهاب إلى قائمة references، هذه قائمة، هذه كلها قائمة يا شباب، نختار قائمة references، ثم نقوم باختيار أمر insert citation، ثم نقوم باختيار add new source. تظهر لنا هذه النافذة، نقوم بتحديد website، ثم نقوم بكتابة اسم الصفحة ولتكن صحيفة الراية القطرية، ثم نقوم بكتابة تاريخ، ثم نقوم بتحديد الشهر، ثم تحديد اليوم، ثم نقوم بكتابة في هذا المكان الـ URL، هو خاص بعنوان الموقع باللغة الإنجليزية .qa، ثم نقوم بالضغط على زر OK. يظهر لنا الآن الاقتباس. الآن ننتقل إلى تحقيق غلق الهدف الأول في درسنا اليوم وهو الاقتباس. نقوم بالذهاب إلى الوورد وول، ثم نقوم بحل التمرين على هذا الهدف. لدينا سؤال على هذا الهدف يا شباب وهو لإضافة الاقتباس. نختار أمر، مين يقول يا شباب؟ نختار أمر blank page or insert footnotes or insert or references or insert citation. الإجابة الصحيحة يا شباب نختار لإضافة الاقتباس، نختار أمر insert citation. نقوم بالتحقق من الإجابة، إذن الإجابة صحيحة. الآن ننتقل إلى الهدف الثاني في درسنا اليوم وهو الحواشي السفلية. ماذا تعني الحواشي السفلية وما الغرض منها في المستند؟ من اسمها يا شباب الحواشي السفلية، فهي تضاف في أسفل صفحات المستند في نهاية الصفحة من الأسفل. هذه تفيدنا يا شباب عندما نريد إضافة أي معلومات زائدة عن الكلمات الموجودة في المستند، فهذه الكلمات الإضافية الجديدة يمكن إضافتها في الحاشية السفلية من الورقة، لكن عند الضغط على رقم الحاشية في وسط المستند تظهر لنا مربع صغير به الكلمات التي تم إضافتها في الحاشية السفلية. تعالوا بعد نتعرف على
مفهوم تحتوي الحواشي السفلية على مصادر المعلومات أو معلومات إضافية تتعلق بالنصوص الموجودة في المستند. أنا بعد نتعرف على طريقة تنفيذها في برنامج معالج النصوص. نقوم بفتح برنامج معالج النصوص، وليكن هذا هو المستند. نريد إضافة حاشية سفلية في نهاية هذه الصفحة يا شباب. الآن عند إضافة الحاشية السفلية سيظهر لنا كلمات أو معلومات جديدة في هذا المكان في أسفل الصفحة. لنفترض أننا نريد وضع حاشية سفلية في هذا المكان. طبعا عند الضغط على الأمر الحاشية السفلية سيظهر لنا رقم في هذا المكان عند موضع المؤشر الماوس، ثم تظهر لنا أيضا مكان أو المعلومات الإضافية في أسفل الصفحة. الآن بعد نتعرف على كيفية إضافة الحواشي السفلية. نقوم بتحديد المكان، ولكن هذا هو المكان، ثم نقوم بالذهاب إلى أمر إلى تبويب Preferences، ثم نختار من مجموعة Footnotes نختار أمر Insert Footnote. نكرر هذه العملية يا شباب. نقوم بالذهاب إلى تبويب Preferences، ثم نقوم باختيار مجموعة Footnotes، ثم نختار أمر Insert Footnotes. كما لاحظنا الآن يا شباب ظهر رقمين هنا، نمبر 1 أهو عند كلمة أو بعد علامة استفهام، ثم لدينا أيضا هنا نمبر 1 في أسفل الصفحة. لنفترض أننا نريد إضافة هذا النص وهي ظهور المرض في عام 2019 في جمهورية الصين الشعبية. الآن نريد إضافة بعض التنسيقات. لإضافة التنسيقات إلى الحاشية نقوم بالذهاب إلى قائمة وتبويب هوم، ثم نقوم بالذهاب إلى مجموعة باراجراف، ثم نقوم بتغيير اتجاه النص من اليمين إلى اليسار. لاحظ معي إدخال طريقة الإدخال الآن من اليمين إلى اليسار. إذا أردنا إعادة أو محاذاة النص إلى اليسار نقوم بالضغط على زر المحاذاة إلى اليسار. لاحظ معي عزيزي الطالب عند الآن الوقوف على الرقم 1 تظهر لنا مربع كما هو موضح بالصورة ظهور المرض في عام 2019 في الصين. إن هذا الكلام أو هذا المربع لن يظهر إلا في حالة إضافة الحاشية السفلية. إذا عدنا مرة ثانية سيظهر لنا الكلام الذي تم كتابته في أسفل الصفحة. الآن بننتقل إلى غلق الهدف أو التحقق من هدف الحواشي السفلية. نقوم بالذهاب إلى الوورد وول، ثم نقوم بإجابة الأسئلة على هذا الهدف. لدينا سؤالان يا شباب عن الحواشي السفلية. لإضافة الحواشي السفلية علينا اختيار أمر. مين يجاوب يا شباب؟ blank page insert footnotes references insert citation insert. أحسنت، الإجابة الصحيحة. لإضافة الحواشي السفلية علينا اختيار أمر insert footnotes. السؤال الثاني يا شباب، لإضافة الحواشي السفلية علينا اختيار تبويب. مين يقول يا شباب الإجابة؟ أحسنت، references هي الإجابة. تعالوا نتحقق من الإجابة الصحيحة. نعم إجابتنا صحيحة. الآن بننتقل إلى الهدف الثالث في درسنا اليوم، وهو إضافة صفحة. نبدأ أولا من معرفة ما هي الفائدة من إضافة الصفحة الفارغة للمستند. أحيانا بعد كتابة بحث أو موضوع معين باستخدام معالج النصوص تطرأ لدينا بعض الإضافات، فإضافة صفحة جديدة أو بعض النصوص أو بعض الأسطر الجديدة، فيمكننا برنامج معالج النصوص من إضافة صفحة جديدة. إذن يسمح لنا برنامج معالج النصوص من إضافة صفحة فارغة في أي مكان داخل المستند. تعالوا مع بعض نتعرف على طريقة تنفيذ إضافة صفحة جديدة. نقوم بالذهاب إلى مستند فيروس كورونا. كما نلاحظ يا شباب أمامنا فهو page one of one، يعني أن هذا المستند هو صفحة واحدة فقط. لإضافة صفحة جديدة في بداية المستند نقوم بتحديد المكان الذي سنضيف فيه الصفحة الفارغة، ثم نقوم بالذهاب إلى أمر أو تبويب insert. نقوم بالذهاب إلى تبويب insert يا شباب، هو التبويب الثاني بعد كلمة home، ثم نقوم بالضغط على أمر blank page. نعيد الخطوات مرة ثانية يا شباب. أن إضافة صفحة فارغة نقوم بتحديد المكان الذي نريد عنده إضافة الصفحة الفارغة، ثم نقوم بالذهاب إلى تبويب insert، ثم نقوم بالضغط على blank page. نلاحظ الآن يا شباب أن الآن صار لدينا صفحتان، لدينا الآن ثلاث صفحات. إذن الآن لدينا ثلاث صفحات في هذا المستند. الآن ننتقل إلى غلق الدرس من خلال بعض الأسئلة في موقع الوورد وول. الآن نريد الإجابة على هذه الأسئلة كاملة. لإضافة صفحة فارغة نختار أمر. مين يجاوب يا شباب؟ أحسنت، blank page.
السؤال الثاني، إضافة صفحة فارغة نختار تبويب، من يجاوب يا شباب؟ لأن السؤال السابق نتكلم عن الأمر، السؤال الحالي يتكلم عن التبويب، تبويب insert، إجابة صحيحة. ننتقل إلى السؤال الثالث، إضافة الحواشي السفلية علينا اختيار أمر، تفضل. أحسنت، insert footnotes. السؤال الرابع، إضافة الحواشي السفلية علينا اختيار تبويب، أحسنت، references. السؤال الأخير والخامس، لإضافة الاقتباس نختار أمر insert citation، إجابة صحيحة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.